طبعا اللي بيعرف ابو زاد حينصدم من النقل النوعيه والبراندينج. يتبقى لاذان المغرب يعني قاعدين بنحكي عن 10 دقائق. اذن يا جماعه الخير، سامعين؟ وانا شو معي هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نص كاست مي من امبارح مفتوحه معي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. شو بدنا نفطر؟ ابو زاد عاملين تجديد وفاتحين بالشارع الخلفي. هاي الشارع الرئيسي وهي الشارع الخلفي. حياك الله يا زيد، يا اهلا. طبعا اللي بيعرف ابو زاد حينصدم من النقل النوعيه والبراندينج، واكيد نفس الاكل ونفس الطعم ونفس كل شيء. تعالوا نشوف. انا زبون ابو زاد منذ الازل. مشكورين، صحتين والف مبروك. صحة والف عافية، الله يبارك فيك حبيبي. بارك. شفتوا شو الأصناف اللي بقدمها أبو زاد؟ بس أنا عندي المفضل البروستد من أبو زاد على الطريقة السورية مع بطاطا ما بتنساها. طبعا ما عندهم حار عادي، من المطاعم القليلة اللي باكل من عندها عادي. بس يا أهلا يا أهلا. تمام، شوفولي. يعني ولا مرة بتيجي بتاكل بروستد عند ابو زاد طعمه مختلف. تقريبا اسكى بطاطا مع البروستد بالكوكب هي هاي. إذا ما جربت على الأقل البروستد، هو مطعم بيعمل كتير أنواع أكل، معجنات، رزايز، طبايخ. من أسكى دجاج الشواية اللي ممكن تأكله. شوف لي أبو زاد. كم مرة قررت أجي أبو زاد أصور لكم فيديو؟ 100 مرة. ليش هاي أول مرة؟ لأنه كل مرة بروح أبو زاد بروح جوعان، بروح أكل الإشي اللي بحبه ومش فاضي للتصوير. وصراحة بالفرع القديم عنده ما كان مناسب الوضع إنك تقعد تمسك الكاميرا وتصور مع عجقة الناس. هيك الواحد افطر. هاي البطاطا عشان اذا زهقت من الخبز تغمس فيها كمان. البطاطا بتزبط لكل شيء. لما تحكي البروستد السوري بالضغط مع البطاطا اللي بتنضغط معه، الحلو في هاي البطاطا انه قبل ما يستوي البروستد بنزلوها معاه على الزيت تنقلى مع البروستد. فهمتوا كيف؟ اللي ما بيزبطوني في البطاطا هيهم. الله يسامحهم. مطعم شلالات ابو زاد بحلته الجديده زي ما انتم شايفين. لزباين ابو زاد القديم حتشوفوا شيء ثاني، شيء ثاني من ناحيه ديكورات ومن ناحيه براندنج ومن ناحيه شغل. بس ابو زاد هو هو، نفس الطعم، نفس الخدمه، نفس الموظفين حتى. افطرنا، نشوف شو بدنا نتسحر على اللي بعده.
طبعا نسيت احكي لكم عن الاسعار. اذا بتاكل بالصالة بتحاسب بعدين. نص الجاجة البروستد بتلت دنانير واربعين مع السرفيس، مع هاي الفرايز وهذا البروستد 3.40 دنانير، يعني لا شيء تعتبر. وصراحة طعم مميز او بروستد سوري قوي. وسعر النص المشوي او الشواية بتلت دنانير. الكولا والمي بسعر 20 قرش و30 قرش، يعني المنطقي. طبعا جينا على مخبز صلاح. قبل ما يجي ابو صلاح وصلاح ومحمد وسامر والشباب، شو بدي اورجيكم عندهم؟ هاي حلبة محشية، وهاي حلبة عادي، وهاي الهريسة، وهدول ايش جداد هدول؟ هدول صوص جديد، يعني زي الكعك بتمر، بس على الطريقة مثلا العراقية. اصناف مخبز ابو صلاح جبل النزهة. يا جماعة الخير، انا ما بعرف حدا لسه بيعمل حلبة على طريقة الحلبة. طبعا بالفرن هون بيعملوا قطايف، بيعملوا طابون، بيعملوا خبز، بيعملوا كل اشي. بدلنا صحن من هون. في جلافز عندك يا عمار؟ طبعا هاي الاختراعات مش دائمة، اليوم بتلاقوهم عملوا هذا الاختراع. مثلا الحلبة والهريسة دايما موجودين. انا بدي اخذ لي هيك حبتين انقرش عليهم ذوقهم معاكم. بدنا ناخذ من هون حلبة، يعني اللي زمان عندنا. شوفوا لي هاي الحلبة الاصول، في بحشوة وفي بدون حشوة. بسم الله. اللي بمر من جبل النزهة وما بيجي بجرب هاي الحلبة حنزعل من بعض. نعتبر انه هاي كعكة بعجوة مثلا. اشي قوي، محشي تمر، يعني هيك بس تمر. يعني مثلا برضو هذا محشي تمر، بس ايش من برا سمسم والحبة دائرية. من يومين جربته بخوف. كعك العيد بسميد وبطحين بأسعار منافسة. هاي اللوجو تبع مخبز صلاح والرقم مخبز صلاح. يعني فيه هيك أشياء يعني من اللي زمان عنها. صينية الهريسة لسه ما حدا لمسها، لسه سخنة. كم يلا اللي بعده. رجعنا لكم من الاستوديو. افطرنا عند ابو زاد، هو مطعم من نعومة اظافرنا، واحنا بناكل عنده، متعودين على الطعم من واحنا صغار. اليوم عملوا نقلة نوعية، شفت لهم صفحة ولوجو جديد. مر صدفة ولقيت المحل بروستد، دجاج شواي، دجاج محشي، رز وفريكة، سرة اوزي، معجنات بانواعها. ممكن تلاقي منسف على مسخن على رول، مش عارف. المطعم عنده كتير اكل، مشاوي فيه، مقبلات وسلطات والى اخره. اليوم بتقعد في مكان مخدوم، حمامات كذا، طلع ليفل. فالله يوفقهم ويرزقهم يا رب. الان بدنا نتسحر، وقلت اطلب اكل. من وين طلبت؟ تحت على ابلكيشن جديد اسمه اشياء يشوفوا لي كيف دخوله، ألوان وأيقونات مألوفة لإلنا. ليه عم بحكي لكم عنه؟ لأنه هذا الأبليكيشن ما بدعم أي مطعم من اللي مقاطعينهم، ولا أي براند إحنا مقاطعينه موجود على أبليكيشن أشيائي وأردني. صراحة ما بتفرقوا عن أي أبليكيشن وأحسن، ولما ندعمه حيرقى ويتطور. ادعموا المحلي. طلبت أوردر من مطعم شفته على الأبليكيشن اسمه فطاطري. فطاطري يعني مصري. طلبت 3 فطاير أو 3 فطاطريات من عنده. فطيرة ميكس أجبان، فطيرة الموسيقار، هاي بتيجي جبنة حلوم مع بندورة وزيتون أسود ومش عارف إيش، وفطيرة اسمها فطيرة محبي اللحوم. مكوناتها هوت دوغ وبسطرمة وسجق وموتزاريلا وبندورة وزيتون أسود وفلفل حلو. كل هاي الفطائر اللي حكيت لكم عنها سعر الوحدة بتلت دنانير ونص. أشياء كقيد التحضير لحد ما يوصل الطلب. اليوم أنا وإنتو مقصرين اتجاه هاي القضية، بطل فيها إعادة للنظر وتحديد مواقف. اليوم كل واحد عارف اللي إله واللي عليه. بالفترة الماضية فترة الهمم، وهذا شيء طبيعي، بس اليوم في موجة جديدة. كل واحد يشوف موقعه في هاي الموجة ويوقف ثابت. الأمل بربنا كبير، نصر آتي قريبا إن شاء الله. إن تنصروا الله ينصركم. بذكر نفسي وبذكركم بتجديد التوبة الصادقة لوجه الله تعالى، وتكثيف الدعاء لأهلنا بغزة والوقوف مع أهلنا بغزة. أنا بصور لكم السحور وبنفس الوقت قاعد بشتغل هون. أرجع لكم بس يجي الأكل. فطاطري وصل وشامم ريحة حلوة الصراحة. طبعاً انصدمت في الحجم، حسيت أول ما وصلوا إن بدي أطلب كمان إيش زيهم. هاي أول فطيرة من فطاطري معانا، فطيرة محبي اللحوم. أعتقد الريحة من هون. فيها بسطرمة وسجق وهدوغ وموتزاريلا و... فيها سجق بلدي. الطعم لذيذ بس حاسس انه ناقصه ملوحة معينة.
باللقمتين اللي اكلتهم كان ناقصها ملوحة. هون حسيت في طعم البسطرمة اكتر او اشي ملح صح؟ وازن الموضوع، بس الأطعمة قوية. كسعر 3 دنانير ونص حس انه ممكن اخد اشي افضل او كمية اكبر من هيك او او او، بس كواليتي منيحة واشي زاكي ونظيف. شوف اللي بعده. تاني فطيرة معانا الاجبان او المكس اجبان. ناخد واحدة. طعم الفطيرة مع الاجبان شدر كمان هيك واضح طعمها. في ميكس اجبان حلو، بس مشكلتي اللي حواجهها مع مطعم فطاطري 3.5 صراحة بحس عندي مشكلة شوي، بس هي كواليتي. نرجع نحكي انها كواليتي. بمصر جربت الفطير، اصغر فطيرة كان هيك حجمها معبيات حشوة. طبعا معطيني انه في الفطيرة اللي بست دنانير، اعتقد هذيك تكون نفس المبدأ. بس فكرة الفطاطري او الفطيرة اشي زاكي. ندوق اخر لقمة ونروح للي بعده. ثالث فطيرة انا وهي موسيقار. اوه انترستينج. هاي اللي فيها حلوم صراحة احلى واحدة هيك بفتح. صح يمكن ملهاش دخل بالفطيرة المصرية وما بعرف اذا فيه، بس انه حلو الشكل من برا. حلوم، هاي الحلوم زاكي صراحة حبيت. نضرب هيك. هدول الثلاث فطيرات اللي جربناهم صراحة ما عندي مشكلة أرجع أطلبهم الثلاث، أو حتى أجرب باقي المنتجات أو الأصناف اللي بقدموها. وحكيت لكم تعليقي الوحيد عليهم موضوع السعر وبس. والله يا حبيب قلبي، وهي فطيرة أجبان ميكس، وهي فطيرة محبي اللحوم، وهي فطيرة حلوم. حبيت الثلاثة مع بعض، كيف تسألنيش؟ بس والله يا حبايب قلبي هاي كانت حلقتنا لليوم. اذا عجبتك الحلقة انزل حط لنا احلى لايك وشدولنا بالاشتراكات. قربنا على 40,000، دخلنا 30,000، 40 قربت وال50 قربت. اللي حب فيديوهاتنا ومش عامل اشتراك شو بتستنى؟ اطلع من الفيديو اعمل لنا احلى اشتراك. اكيد ما ننسى انه هاي الحلقات بتنزل كل ثلاثة وجمعة حوالين الساعة 6، وسلام ان تحريرها كلها قد بدأ. والله ستتحرر. رمضان كريم، السلام عليكم.